إذا كنا صغار أو كبار وبنعاني من انسداد بالأنف وطول الوقت ماسكين الفاين أو عطاس مستمر، اعرف أن موضوعنا اليوم بهمك. أنا الدكتور همام ريالات، أخصائي جراحة وأمراض الأنف والأذن والحنجرة، وراح نحكي اليوم عن حساسية الأنف بطريقة غير عن المعتادة. طبعاً مثل أي مرض له تعريف علمي، مسببات، أعراض وعلاج لازم نعرفهم، بس هذا الحكي موجود كله بكل الفيديوهات والكتب. اليوم راح نحكي عن الحساسية بشكل مبسط وبلغتنا ونعرف كيف نتعامل معه بحياتنا اليومية. بدك تعرف إنه الأعراض اللي حكيناها قبل واللي هي احتقان في الأنف، سيلان، العطاس، حكة بالأنف وسقف الحلق، قحة، إفرازات كثيفة بالأنف وبترجع لحلقك، وتخيل إنه كمان الحكة والسواد وحتى الانتفاخ اللي حول العين وكثير أعراض كلها بيسببها مرض واحد اسمه تحسس الأنف أو تهيج الجيوب الأنفية التحسسي. طبعاً مش كل هاي الأعراض لازم تكون موجودة عند نفس المريض، ممكن يكون في منها عرض أو عرضين. طبعاً في بعض المرضى اللي أنا بسميهم المريض الغير محظوظ بيكون عنده كل هاي الأعراض. بتعرف أنه اللي سبب كل اللي حكيناه هو بالعادة أشياء أو أجسام غير ضارة استنشقناها ولمسناها، ولكن ردة فعل جسمك كانت مبالغ فيها وضارة وصلتنا لكل هاي الأعراض اللي حكينا عنها. طيب شو هاي الأشياء الغير ضارة واللي موجودة حوالينا؟ في منها أشياء عايشة معنا وموجودة داخل البيت مثل الدست مايت واللي بالعربي بنسميها عث المنزل. طبعا ما حدا بيعرف أنه هذا كائن حي كتير صغير حجمه أقل من نص مليمتر، لهيك إحنا ما بنشوفه بالعين المجردة، بس هو موجود على أقمشة البيت مثل المخدات والمفروشات. وطبعاً للتخلص من هاي الأمور لازم نغسل الأقمشة مثل كفر المخدة والإحرامات بشكل دوري على حرارة أعلى من 60 درجة. طبعاً في غيرها كثير أشياء عايشة معنا بالبيت مثل الحيوانات الأليفة. ما ننسى نحكي عن الأشياء اللي خارج البيت إحنا بنتعرض لها بمشاويرنا اليومية مثل نوار الشجر والغبار اللي حكيناهم هم أشياء غير ضارة، بس في أشياء برضو ضارة بتسبب لنا تحسس مثل التدخين حتى لو كان التدخين سلبي بشكل غير مباشر من الناس اللي حوالينا. بنيجي لشو أكتر سؤال بنسأله بالعيادة؟ دكتور أنا متى بدي أخلص من هاي المشكلة؟ لازم نعرف إنه التحسس هو مرض مزمن وحتى إله علاقة بالوراثة، يعني كثير من الناس بيكون أهلهم، إخوانهم، حتى ممكن أولادهم يكون عندهم تحسس، لكن هذا ما بيعني إنه ما إله حل أو علاج يخفف لنا من الأعراض ويسيطر عليها، وحتى في علاجات حديثة لإنهاء المشكلة تماماً. هلا بدنا نحكي عن الخطوة الأولى للعلاج. الخطوة الأولى للعلاج السليم هو التشخيص السليم من خلال مراجعة طبيبك المختص، وهون بيجي دوري كدكتور بإني أعرف السيرة المرضية الكاملة من مريضي وفحص الأنف بالعيادة باستعمال المنظار. وبتعرف إنه صرنا حتى نقدر نحدد المحسس الرئيسي للمريض عن طريق الفحص التحسسي بطريقة وخز الجلد واللي بنعرف باسم سكين بريك تيست، وهون بتكون أهم خطوة لعلاجنا بتجنب هذا المحسس بعد ما نعرفه، وأكيد الوقاية خير من العلاج، بس أكيد مش كل المسببات بنقدر نتجنبها، وهون بيجي دور الطبيب بوصف العلاجات اللي بتسيطر على الأعراض مثل حبوب مضادات التحسس بأنواعها، البخاخات الأنفية ومنها ما يستعمل لفترة بسيطة أو بخاخات آمنة بنستعملها لفترات طويلة مثل بخاخات الكورتيزون على عكس ما الناس بتفترض أنه لازم يستعمل لفترة بسيطة. وما ننسى نحكي عن أهم خطوة بحكيها دائماً لمرضاي، قبل استعمال البخاخات لازم نستعمل بخاخات غسول الأنف بكل أنواعها. وحالياً ومع تقدم العلم وصلنا لعلاج التحسس بشكل نهائي حيث أنه نستغني عن العلاجات الثانية وهو ما يطلق عليه اسم العلاج المناعي. طبعاً في بعض المرضى نضطر للجوء للعلاج الجراحي، وفي منها تقنيات حديثة بنتائج مذهلة عم نعملها بالعيادة تحت التخدير الموضعي من خلال استخدام أجهزة الراديو فريكوانسي لتصغير القرينات لتحسين النفس والتخفيف من الأعراض مما يؤدي إلى تحسين حياة مريضنا. بالنهاية موضوعنا فيه تفاصيل كتير وكتير أكتر من هيك، أنا حبيت أحكي لكم إياه بشكل مبسط وبأقصر وقت ممكن. وسلامتكم.